بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. درس الليلة في معنى الإيمان بالقدر خيره وشره الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسنعرف من خلال هذا الدرس ما هو قدر الخير وما هو قدر الشر. قال محمد عبد العوض حفظه الله: معنى القدر في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال حفظه الله: قدر الخير مثل الصحة والعافية في النفس والأهل والولد وطول العمر وسعة الرزق والأمطار والخصب وصلاح الثمار والأمن والراحة وسكون النفس إلى غير ذلك مما شاكلها. هذا قدر إيش؟ الخير. وأما قدر الشر الذي في الحديث فنحو الموت والمرض والخوف والفقر ونقص الثمرات وقلة الأمطار وقلة الخصب وفساد الثمار وقلة ذات اليد والقلق والنكد وما كان ذلك. هذا معناها عند أهل البيت عليهم السلام. وليس معنى القدر خيره وشره كما رووا أهل السنة من الله أنه الظلم والزنا واللواط والغش والكذب وخلف الوعد ونكس العهد والكفر والشرك وجميع المعاصي كلها ينسبونها إلى الله، فهذا ليس من القدر الذي يجب الإيمان به، فنقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الظلم والزنا واللواط والغش والكذب والمعاصي والفواحش هذا ليست من القضاء الذي في الحديث، مفهوم؟ ليست من الله، هذا من؟ من العبد. فلا يجوز لنا أن نرتكب الفواحش ثم نقول إنها من الله وبقدره، بل نحن الذين عصينا باختيارنا وفعلنا وأتينا من قبل أنفسنا، نحن المسؤولون عن العصيان، نحن المسؤولون عن العصيان، والله تعالى منزه عن فعلنا، لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. واسمعوا ما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الآية. وقال أيضا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبعد، فإنه ليس في كتاب الله تعالى أن فعل المعاصي بقدر من الله تعالى، بل فيه قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا. وليس في الآية لن تصيبوا إلا ما كتب الله عليكم، مفهوم؟ ولله در القائل: ما استغفرت الله منه فهو منك. أي شيء تستغفر الله منه فهو فعلك، وما حمدت الله عليه فهو منه، وأي شيء تحمد الله عليه هذا فعل الله. وفرق واضح بين يصيبنا وتصيب. وفي حديث رواه الإمام أبو طالب ورواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر هذا الحديث قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا وجد غير ذلك فلا يلوم، إذا وجد غير الخير فلا يلوم إيش؟ إلا نفسه، إذا كان شر ولا معصيه هي منه. فعلى هذا المسؤول عن فعل المعاصي هو الإنسان، هو من؟ الإنسان، وليس لقدر الله وقضائه دخل في ذلك. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، والشر معناه الشر ليس إليك يا الله. هذا الحديث رواه مسلم. فلا يجوز إضافة الشر إلى الباري تعالى. فنعوذ بالله من قوم استحوذ عليهم الشيطان فصاروا من جنده يدعون
بدعوة الشيطان ويزينون عصيان الرحمن ويسهلون لهم طاعة الشيطان الرجيم. فتراهم ترى يقولون إن الشفاعة لأهل الكبائر الموبقة وينسبون ذلك إلى النبي وحاشاه، وتارة أخرى تراهم يحدثون عن النبي بأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى وحاشى رسول الله، وأن أهل هذه الكلمة يعني أهل لا إله إلا الله عند أهل السنة أن من قال لا إله إلا الله لا يخلدون في النار. الذين يقولون لا إله إلا الله عند أهل السنة لا يخلدون في النار ولو فعل إيش ما فعل من المعاصي، مفهوم؟ وتراهم ينزهون أنفسهم والشيطان من معاصيهم ثم يقولون إنها من فعل ربهم خلقها وشاءها وقضاها وقدرها. وفي رواية أنها اجتمع منهم 70 عالم في صنعاء في عهد الإمام الهادي، أقبلوا يسألوا الإمام الهادي قالوا ممن المعاصي؟ قال ومن العاصي؟ فسكتوا. فقال أحدهم لماذا لا تجيبوا عليه؟ قالوا وماذا نجيب؟ إن قلنا العاصي الله كفرنا، وإن قلنا العاصي العبد دخلنا في مذهبه. ورجع في ذلك اليوم منهم ناس كثير ودخلوا في مذهب الإمام الهادي، مذهب العدل والتوحيد.